الحمد لله والشكر شباب، خلصنا من جدة لسليت. همزين ربك، جتفنا ورجعنا للهند، ولا كان سقف على العراق كله. عايز اسوي الاقارب تجارب وجدي تجربه فاشله. اوه هذا النت هم انقطع بالعراق كله، يمكن هذا سمك القرش عاض الكابل الرئيسي وقاطعه. وهذا الكابل الرئيسي وين صاير؟ بالبحر الابيض المتوسط. لا بربك، هذا ماكو غير جدي هو اللي قطع النت، لان اخر شيء سمعت بيه ماخذ لبلم وساش بالبحر الابيض المتوسط، يجوز بطريقه شاف الكابل وراد يصلحه، وانا الله يعضه سمك القرش ويخلصنا منه.